من فترة كده، هل كان ممكن حد يتخيل ان في اداة تساعدك في معرفة كل احوال عميلك وتحركاته داخل الويب سايت بتاعك واماكن الزيارات والوقت اللي قضاه كمان وعدد الكليكس والمواقع المهمة ليه والكلمة اللي بيبحث بيها وحاجات تانية كتير؟ جوجل بيقدم لنا الكنز اللي بيطور فيه بقاله اكتر من 15 سنة، وهو جوجل اناليتكس. وده موضوع حلقتنا النهاردة، الاداة السحرية من جوجل. اهلا بيكم في برنامج الوصل. في سنة 2005 استحوذت جوجل على شركة اسمها أرجن، وبعدها أطلقت النسخة الأولى من جوجل أنالتكس، وكانت مبنية على استخراج تقارير عن المستخدمين داخل الويب سايت بتاعك عشان تساعدك في فهم المستخدم وتعرفك طريقة تفكيره وإزاي تقدر تقدم له خدمة أفضل عشان تزود زياراتك. وتم إطلاق الأداة دي عشان تساعد المعلنين على جوجل بشكل أفضل وأكبر عن طريق معرفة مرات الظهور والنقرات على الإعلان بالنسبة للظهور، وكم شخص أخذ الأكشن المطلوب منه جوه الويب سايت. هنا بدأت شركة جوجل تعمل تحسينات وتعديلات كبيرة جدا على جوجل أنالتكس، لحد ما وصلنا للإصدار الرابع منه في 2022، واللي بيتيح مميزات وخدمات كتير جدا بالمقارنة مع الإصدارات القديمة. التقارير بقى بتاعت جوجل أنالتكس، بيتيح جوجل أنالتكس كمية ضخمة جدا من التقارير المفصلة عن كل العملاء اللي بيزوروا الويب سايت بتاعك ساعة بساعة، وبيقولك سلوكياتهم وبيديك معلومات عنهم سواء بالسن أو المنطقة الجغرافية أو الزمن أو الجنس بتاعهم. وده بيساعدك في حاجات كتير جدا، زي ايه؟ زي تخصيص المحتوى المناسب للفئة العمرية أو الجنسية من المستخدمين الأكتر على الويب سايت الخاص بيه، وبيديك توصيات لإعلانات عشان تساعدك توصل لجمهورك بشكل دقيق جدا عشان تحقق نتائج ممتازة. جوجل أنالتكس كان ثورة في عالم الديجيتال، واللي فيما بعد بقى نهج لكل منصات الإعلانات الحديثة زي فيسبوك ولينكد إن وكتير منهم، عن طريق إصدار تقارير لإعلاناتهم مشابهة للتقارير اللي بيطلعها جوجل أنالتكس، وبيقسموا جماهيرهم بناء على الاهتمامات والمعلومات الديموغرافية الخاصة بيهم اللي بيطلعها التقارير الخاصة بكل منصة. وده اللي بيخلي جوجل أنالتكس من أهم الأدوات في العصر الإلكتروني الحديث. وبكده تكون وصلتنا خلصت النهاردة، نشوفكم على خير وانتوا دايما متواصلين.